السلام عليكم متابعينا الكرام، اليوم معنا خبر جديد بخصوص بلايل وضرب الحكم اثناء مباراه المولوديه. هنعرف تفاصيل مع بعض. يا ريت قبل ما نبتدي خبرنا نضع اللايك ونعمل بارتاج للفيديو بتاعنا ونصلى على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لجنه الانضباط تسلط عقوبه على يوسف بلايلي. سلطت لجنه الانضباط عقوبه ماليه على مهاجم مولوديه الجزائر والدولي الجزائري يوسف بلايلي. كشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبتها بشأن مباريات الدورين ثمن النهائي وربع النهائي في كأس الجزائر، واكتفت اللجنة بتغريم لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي بعشر ملايين سنتيم دون إيقافه، عكس الأخبار التي انتشرت مؤخرا وذلك بعد احتجاجاته على حكمة المباراة غادة محار. وعقوبة لاعب وداد تلمسان بن قولة سيدي محمد بمبلغ 2 مليون سنتيم، كما تم تغريب المولودية 100 مليون سنتيم بسبب استعمال أنصار النادي للألعاب النارية، وتلقى الفريق ثالث إنذار. وعقبت اللجنة لاعب فريق رائد شباب بقاعة ب 2 مليون سنتيم بسبب احتجاجاته على قرارات حكم مباراة ناديه أمام اتحاد العاصمة. وأنزلت على نادي رائد شباب بقاعة غرامة مالية قدرها مليون سنتيم بسبب استعمال الأنصار للألعاب النارية. وللسبب ذاته سلطت اللجنة أيضا غرامة مالية على فريق اتحاد العاصمة قدرها 6 ملايين سنتيم. ده كان خبرنا النهاردة، منتظرين رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والبارتاج للفيديو.